بونسوار واهلا وسهلا فيكم على موقع لينا نيوز. اليوم نحن ببيت المحامي، المؤتمر التحويل الرقمي بلبنان، الفرص والتحديات. اليوم عندنا طلال ابو غزاله، رئيس مجموعه طلال ابو غزاله. دكتور طلال اهلا وسهلا فيك. يا ستي تشرفت بلقائكم. دكتور، نحن اليوم بالمؤتمر هو من تنظيم كمان المركز الدولي للعدالة الإنسانية. شو فيك تخبرنا بالتحدي الرقمي؟ قد ايه هو حيكون منيح بلبنان؟ وقد ايه نحن، لأنه الإنترنت، مشكلة الإنترنت عنا كتير صعبة، قد ايه حنقدر نستخدمه؟ أنا أولا ما في شيء بالدنيا ما له حل. أكيد. والإنسان اللي بيقدر يبحث عن الحلول الابتكارية هو اللي بنجح بهالدنيا. أنا قدمت اقتراح لدولة رئيس الوزراء مبارح بأنه إحنا مستعدين أن ننشئ، أن نشتري على حسابنا وأن نقيم على حسابنا خط إنترنت خاص للتعليم وللتواصل الحكومي مع المواطن، يعني حكومة الإلكترونية، وأن نتكفل بكل المصاريف. هذا يحل مشكلة التواصل. أيضا نحن وصل إلى لبنان مصنع لأجهزة التكنولوجيا، سنصنع في الجامعة اللبنانية كمقر أجهزة الكمبيوتر واللابتوب والهواتف الذكية تكون من إنتاج محلي وبأسعار رخيصة. يعني حضرتك بالمؤتمر أنت عم بتقدم لحتى نشتغل على هيدا الموضوع، لأنه مشاكل. طب نحن قدي بنشوف النور بهيدا الموضوع؟ يعني بلشتوا أنتوا، حتبلشوا بعد هيدا المؤتمر تجيبوا الأجهزة وتبلشوا تجهزوا وتبلشوا الإنترنت؟ يعني ماشيين. يعني أمتين ببين النور بهيدا الموضوع؟ إحنا ماشيين، بيعتمد على أي عقبات نواجهها. مثلا في موضوع الإنترنت، لتأمين إنترنت مجالي عندك مشكلة مع المزود الحالي، لأنه هذا مؤسسة تجارية. إحنا نريد أن يكون هنالك خط إنترنت ومراكز للاستعمال الإنترنت مجانية، يعني المستعمل ما بدفع أي رسوم ولا الدولة بتتحمل أي رسوم. فبالتالي هذا قرار يحتاج إلى موافقة من المزود، وأنا تركت الموضوع بعهدة رئيس الوزراء، قال هو بحله. وحضرتك هتجيب الآلات الكمبيوتر؟ كل شيء. يعني أنت متعهد كل شيء بهذا الموضوع؟ متعهدين إنه يكون عندنا الخط ويكون عندنا الأجهزة الاتصال، أجهزة تقنية للاتصال، لحيث إنه المواطن اللي ما عنده كونكتيفيتي يأتي إلى هذا المركز يؤدي كل أعماله. عن جد ما بعرف شو بدي أقول لك. تانكيو لألك بهالأوضاع الصعبة بلبنان، قدي يعني عم بتقدم لنا. وشو فضل وجميل لبنان علي. أنا تعلمت بهذا البلد، تربيت فيه، عشت فيه كلاجئ بأحسن ضيافة وأحسن محبة، وكل ما عملته كان بفضل هذا البلد علي. هيدا بلدك الثاني، هيدا بلدك الثاني، ونحن بنتشرف بحضرتك. شو فيك تقلنا عن اعمالك الثانية هلا؟ شو في تخبرنا سكوب على موقع لينا نيوز غير اليوم موضوع المؤتمر؟ عندنا احنا الان احنا مؤسسة طموحة جدا، صح؟ نعم. ولا احد يستطيع ان يفرض علينا حدود لطموحنا. استطعنا ان نصبح اكبر مؤسسة في الدنيا في عدة مجالات، وبالتالي المشروع الأكبر الذي نعمل عليه الآن والذي هو نعتقد سيغير العالم كله هو التعلم الرقمي الحر. يعني صح، كل صح. إنسان في العالم، في كل إنسان. هذا صاحبي لو بتقرب شوي بتحكي معنا، هو بيطلع فيك. لو بتساعدنا إذا بدك نحكي معنا. فبالتالي نحن نريد أن نجعل هنالك، كيف في انسايكلوبيديا فيها اي معلومات؟ لا، انا في انسايكلوبيديا عم نصنعها مش فيها معلومات، فيها طريقة لكيف تتعلم اي شيء تريد ان تتعلمه. قد ايه انه عندك ايمان بلبنان مع كل هالمشاكل وهالظروف الصعبة؟ لاني انا اؤمن بان الظروف الصعبة هي تخلق الابداع.
صح. انا سعيد بانه كل حياتي كانت ظروف صعبه، وكل ما كان عندي مشكله بقى كنت في، ما زلت في المكتب الان، بيجوا الشباب بيقولوا في مشكله، بقول له عظيم شو الخبر الحلو، بقول لي معلمي مشكله، بقول له طب في احلى حدا تفكر لحلول، في بالضبط في احلى من انه يكون عندك مشكله، ما المشكله هي فرصه للنجاح، المشكله هي فرصه للتعلم، الفرصه للتحدي للابتكار. فبالعكس انا اؤمن ان هذا يجب ان يكون شعورنا في لبنان اليوم، ان نستطيع نخلق لبنان جديد رقمي معرفي يعود الى دوره في العالم ككل، مش بس بمحيطه. ثانك يو لك دكتور صلال، كلما صعد الى قمه تراءت له قمما اعلى. حبيبي مين معي بقى؟ انا المحامي رفيق حج، بعرفك بس على الكاميرا كنا نتعرف عليك. اهلا وسهلا بحضرتك عباقرة، صديق العباقرة. ما بدنا نطول عليك دكتور، عن جد ثانك يو كثير لهيدا اللقاء الحلو، واعطيتنا من وقتك، ثانك يو لك. انا اشكرك، ثانك يو على موقع لينا نيوز، وتابعونا بلقاءات ثانيه. شرف.